رحب رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بقرار تجمع بريكس بتوسيع عضويته وانضمام مصر وعدد من الدول للتحالف، موضحا أن مصر حرصت على توثيق علاقاتها مع دول تجمع بريكس. وأضاف مدبولي خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث لتجمع بريكس المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا أن هذه الخطوة ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 26 من أغسطس الجاري. هذا وقد شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في ختام تعاملات الأسبوع. تفقد وزير الإسكان عاصم الجزار المراحل الأخيرة لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية كابيتال بارك بالعاصمة الإدارية للاطمئنان على جودة الأعمال المنفذة وجاهزية المباني الإدارية والخدمية. وتجول الوزير بقطاعات مشروع الحدائق المركزية مؤكدا على الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للمناطق المفتوحة والحدائق والمسطحات الخضراء ومختلف في مكونات المشروع للحفاظ عليها في أفضل صورة. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد مجموعة باغنر العسكرية الخاصة يفجيني بروغوجين، ووصفه بأنه رجل أعمال موهوب، وقال أنه يود التعبير عن خالص تعازيه للأسر الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط الطائرة التي كان بروغوجين ضمن قائمة ركابها. وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أن بروغوجين واجه أقدارا صعبة وارتكب أخطاء جدية. كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي الاتحاد السعودي يبذل قصارى جهده لضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول مقابل 300 مليون يورو. ونقل موقع فوت ميركاتو عن الصفحة الإيطالية أن الاتحاد الذي يضم في صفوفه النجم الفرنسي كريم بنزيما يجهز عرضا بقيمة 100 مليون يورو لشراء عقد صلاح من الريدز، ومنح النجم المصري راتبا بقيمة 200 مليون يورو على مدى 3 سنوات. We'll be right back.